ثامنة مساء بتوقيت الخرطوم، هذه نشرة الأخبار من قناة البلد الفضائية، معكم فيها محمد السعودي. وإلى عناوينها: نائب رئيس مجلس السيادة يوجه بالارتقاء بقطاع الإبل لمستوى العالمية والاهتمام بالهجن. الهادي إدريس يمنح قلواك درع السلام لدوره باتفاق سلام السودان. نشوب حريق بأحد مخازن المهمات التابعة للواء الدفاع والخدمات. الجمعية العمومية للهلال تجيز النظام الأساسي وتنتخب اللجان العدلية. إلى التفاصيل. أهلا بكم. وجه الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة لدى مخاطبته مهرجان غرير لسباق الهجن بشرق النيل اليوم، وجه القائمين على أمر الثروة الحيوانية بالبلاد بمضاعفة العمل لتطوير هذا القطاع والارتقاء به إلى مستوى العالمية، بجعل المنتج السوداني ينافس عالميا من حيث الجودة والمعايير. ودعا المنتجين بتغيير الكثير من المفاهيم الخاطئة ومساعدة الدولة في عمليات التطوير والتحديث، وأوصى الشباب بتركيز طاقاتهم والاستفادة من ثروات البلاد وعكسها للعالم. ووجه الدولة أن تضع في موازنتها العامة نسبة مقدرة للرياضة والاهتمام بالرياضيين من أجل حث الناس على ممارسة الرياضة لتصبح ثقافة مجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سيد وزير الثروة الحيوانية، السيد ممثل وزارة الشباب والرياضة، السادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة، السيد معتمد محلية شرق النيل ولجنة أمن الولاية، السادة رئيس وأعضاء اتحاد الهجن والاتحادات الرياضية الأخرى، السيد رئيس نادي غرير لسباق الهجن والأندية المشاركة، السادة قيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية ورجال الدين، السيد ممثل الأجهزة الإعلامية، ممثلي الأجهزة الإعلامية، السادة الإخوة الرعاة والمربيين، المواطنين الأعزاء الشرفاء في شرق النيل، الشباب والنساء، الفرسان والهجانة على الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب استيعاب طاقات شبابنا المهدرة، كما أن الرياضة واحدة من أنجح وأوجه الدبلوماسية الشعبية التي تعرب بالشعوب وهي جسر للمحبة والتعاون والتواصل. منح عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية السودانية، منح الفريق تود قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس لجنة الوساطة الجنوبية درع السلام تقديرا وعرفانا لدوره الكبير في إنجاز اتفاق جوبا لسلام السودان، وذلك بحضور عضو مجلس السيادة الأستاذ الطاهر حجر وعدد من القيادات بجنوب السودان وعدد من السادة الوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي للجبهة الثورية. وقال عضو مجلس السيادة خلال مخاطبته الاحتفال الذي أقامه مساء أمس بهذه المناسبة إن اتفاق جوبا فتح نافذة جديدة للسلام والاستقرار في السودان، لافتا إلى أن جمهورية جنوب السودان مؤهلة للعب دور إيجابي في عملية التوافق السياسي. ووصف الدكتور الهادي إدريس المستشار تود قلواك بأنه رجل السلام، مثمنا دور رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير مياردات في دعم اتفاق السلام في السودان. وجود المستشار حالة الطوارئ، نحن نتوقع في الأيام القريب القادم يتم رفع حالة الطوارئ وكل القضايا الأخرى عشان نفتح
بلدنا ده لعملية الحوار، ونحن شايفين إنه عملية الحوار ده تأخرت كتير، وبسبب تأخر عملية الحوار الآن أنتوا شايفين بلدنا كل يوم الأوضاع الاقتصادية والأمنية وغيره في تراجع مخيف. عشان كده نحن ماشيين في اتجاه بتاع إنه ندفع كل الأطراف في إنه أي طرف يدفع استحقاقات، يعني المكون العسكري عنده استحقاقات لازم يدفع، المكونات المدنية برضو عندها استحقاقات، الجبهة السورية عندها استحقاقات، كل طرف لازم يقدم تنازل والناس يصلوا لاتفاق. نحن نتطلع في الأيام القريبة الجاية نحن هنشوف كل الإجراءات الخاصة ببناء الصيغة، الإجراءات ده هتكون أمر واقع عشان نفقد أوضاع اتفاقية جبل السلام. ده حمل الأول، نحن اتفاق جبل السلام صنع بكل مجهود كبيرة جدا وبعتاب ما سهل، لأن الأخوان الآن في الهمات بتاعه السم ده كان شغلة بينه وبينه عشان نوصل هذا الاتفاق. لكن الحمد لله نحن لازم نتابع، نحن دولة جنوب السودان من رئيس سلف كرميادي رئيس دولة جنوب السودان بديو تمام أولوية لقضايا السودانية، لازم يتحقق السلام. شب حريق ظهر اليوم بأحد مخازن المهمات التابعة للواء الدفاع والخدمات جوار برج قيادة القوات البحرية، حيث تم التعامل معه سريعا بواسطة عناصر شرطة الدفاع المدني التي سيطرت على الحريق في وقت وجيز. ونتج عن الحادث تلف محدود لبعض المهمات ولم يسفر عن أي إصابات بشرية. جددت الصين التأكيد على تطلعها للعمل مع السودان لتعزيز الثقة من خلال التبادل العملي في المجالات كافة لخلق مستقبل علاقات صينية سودانية ذات بعد استراتيجي، وأكدت على استعدادها للعب دور إيجابي يصب في مصلحة الانتقال السياسي، وذلك من خلال العمل مع الدول الأخرى حتى ينعم السودان بالسلام والتنمية المستدامة. ووعد السفير الصيني مان شين مين الإنجازات والتعاون الثنائي الصيني في المجالات المختلفة خلال الفترة السابقة، وأشار في مؤتمر تنويري يوم أمس بالسفارة الصينية ضم عددا من الصحفيين والإعلاميين، أشار إلى أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري للسودان، لافتا أن هناك أكثر من 130 شركة صينية تعمل وتستثمر في السودان في المجالات المختلفة كالنفط والزراعة والتعدين والصحة والبنية التحتية. وأضاف مان شين مين أن المجالات شهدت تقدما ملحوظا رغم الآثار السالبة التي خلفتها الجائحة على المشروعات التنموية. أكد وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي اهتمام الدولة بقطاع الثروة الحيوانية بوصفه رافدا أساسيا لاقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن وزارته وضعت برنامجا كبيرا يهدف إلى خلق التوازن العادل بين الريف والحضر بما يرفع المستوى المعيشي لمربي الإبل من خلال إدخالها في منظومة الاقتصاد القومي بزيادة الإنتاج والقيمة التسويقية للمنتج السوداني الذي ينافس عالميا من حيث الجودة. وأشار لدى مخاطبته صباح اليوم مهرجان غرير لسباق الهجن بمضمار الشيخ زايد بشرق النيل بتشريف للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، أشار إلى اعتماد أكثر من 5000 أسرة على أنشطة الإبل المختلفة، الأمر الذي يتطلب اهتماما متزايدا بالقطاع. افتتح وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم المكلف ممثل الوالي المهندس أمين حسن عبد البنات اليوم بالخرطوم، افتتح معرض الاختراع والابتكار الأول بالسودان الذي نظمته المنظمة العالمية للمخترعين. وأكد الوزير حرصه على رعاية كل ابتكارات الموهوبين، مشيرا إلى أن الولاية ستدعم كل ما من شأنه أن يسهم في تطوير الابتكار. وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة من الجهات
ذات الصلة بالابتكارات، وستعمل على توفير الدعم الفني واللوجستي حتى يكون الابتكار مدخلا للتطوير خاصة، وأن تطوير أفكار المبدعين أمر لا بد منه. دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم لمجابهة تحديات الأزمة الغذائية العالمية وأثرها على القارة. جاء ذلك لدى ترأسه أمس اجتماعات الدورة الرقم 113 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وبحضور وزير الاقتصاد الموريتاني السيد عثمان مامومد دوكان. وأمن دور المجلس في تقديم مبادرة للأمن الغذائي وضرورة إحيائها والنهوض بها لمجابهة التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية تجاه أزمة الغذاء. ودعا دكتور جبريل إلى تضافر الجهود وتكامل الأدوار ما بين الدول العربية وجهود المجلس للحد من أزمة الغذاء، مشيرا إلى ضرورة دفع المساهمات وبحث فرص التمويل حتى يقوم المجلس بمهامه كاملة وبفعالية. كما وجه وزير المالية الدعوة لعقد اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته القادمة بالسودان. بدأت بمحليات ولاية نهر النيل صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الأساسي بالولاية للعام الدراسي 2021-2022. وقرع الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد أبو جرون والي الولاية المكلف قرع الجرس من مدرسة الحصايا الأساسية بنين بالدامر إذانا بانطلاقة الامتحانات بجميع المراكز على مستوى الولاية، وذلك بحضور عدد مقدر من قيادات حكومة الولاية وقيادات الأجهزة الأمنية والشرطية وقيادات التعليم بالولاية والمجالس التربوية بمنطقة الحصايا بالدامر. وأكد والي نهر النيل أن الامتحانات تمثل بداية الحصاد الحقيقي للتعليم الذي يعتبر المحور الأساسي للتنمية المنشودة. وقدم الوالي التحايا للمعلمين والمعلمات والمجالس التربوية على امتداد الولاية، وجدد اهتمام حكومته بالتعليم وجعله في مقدمة أولويات الخطط والبرامج الكلية لحكومة الولاية، مضيفا أن التقدم والتطور المنشود في التعليم يتطلب مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح والسياسات العامة للتعليم. شدد والي ولاية وسط دارفور المكلف الأستاذ سعد آدم بابكر على ضرورة حفظ الأمن ومحاربة الظواهر السالبة بالولاية، مؤكدا شروع حكومة وسط دارفور في تشكيل قوة عسكرية مشتركة لحسم التفلتات الأمنية والظواهر السالبة بمحليات وادي صالح الكبرى. جاء ذلك في ختام جولته التفقدية لمحليات الولاية الجنوبية التي استهلها مطلع الأسبوع الماضي بمحلية أم دخن، ووقف من خلالها على مجمل التحديات التي تواجه عمل تلك المحليات، حيث اطمأن سيادته على مجمل الأوضاع بمحلية وادي صالح والترتيبات الجارية لحماية الموسم الزراعي من خلال فتح المسارات وترسيم الحدود منعا للاحتكاكات بين المزارعين والرعاة. كما عقد والي وسط دارفور المكلف اجتماعا مشتركا برئاسة محلية بندستي ضمن لجنة أمن الولاية والمدير التنفيذي للمحلية ومدراء المؤسسات بالولاية وأعيان الإدارة الأهلية. التقى يوم أمس بالخرطوم وفد من جبهة كفاح السودانية إحدى مكونات التحالف السوداني برئاسة نائب رئيس الجبهة المهندس حذيفة محي الدين البلول بوفد لجنة الخبراء المكلفة من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 1591 والخاص بدارفور. وقال المهندس حذيفة البلول إن اللقاء تناول أحداث العنف في عموم إقليم دارفور وأحداث ولاية غرب دارفور التي حدثت مؤخرا بمحلية كرينك بصفة خاصة، كما تطرق إلى الأوضاع السياسية في البلاد والموقف من تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وخاصة ملف الترتيبات الأمنية والصعاب التي تواجهها حركات الكفاح المسلح بعد توقيع الاتفاق. وأضاف البلول أن وفد جبهة كفاح السودان أو كفاح السودانية تناول الأوضاع الصعبة التي يعيشها المقاتلون
بعدم تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، وكذلك التحديات الماثلة في ظل عدم تجاوب الحكومة في المضي قدما لتنفيذ الاتفاق. أعلن الأستاذ فخر الدين عبد الرحمن المراجع القومي لجمهورية السودان عن وضع حلول ناجعة وبالسرعة المطلوبة لحل مشكلة تأخر البت في ملفات الاعتداء على المال العام بالتنسيق مع الجهات العدلية. وقال لدى مخاطبته مساء أمس بقصر الضيافة بمدني في ختام زيارته لولاية الجزيرة التي استغرقت 3 أيام أن اللقاء النوعي مع العاملين بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة وقيادات ديوان المراجعة القومي بالجزيرة بحضور الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الوزير المكلف والأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة الولاية. قال إن دور المراجع العام يستهدف تطوير المراجعة المسبقة والمستمرة لإنفاذ خطط المراجعة في كيفية خفض الإنفاق الحكومي وزيادة موارد وإيرادات الدولة عبر حل مشاكل التحصيل الإلكتروني وسد الثغرات في أنظمة الرقابة. شرف المهندس عادل محمد أحمد الطاهر مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة صباح اليوم بمستشفى الأطفال بمدني انطلاقة مبادرة نحن معكم، والتي تتبناها المواصفات والمقاييس ضمن المسؤولية المجتمعية للهيئة تجاه مواطني الولاية. وقامت الهيئة بتوزيع الهدايا والدعومات على الأطفال المرضى. وأكد الطاهر استمرار مثل هذه المبادرات التي من شأنها تقوية وتمتين أواصر الروابط بين الهيئة ومجتمع الولاية، داعيا المواطنين للتفاعل مع المبادرات وتقديم الدعومات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة تجاه خدمة مواطني الولاية. تدافع الآلاف لمطار الخرطوم الدولي في استقبال الشيخ علي بيتاي بعد رحلة استشفاء في القاهرة استمرت عدة أيام، واحتشد رجالات الطرق الصوفية والإدارات الأهلية وعدد من السفراء على رأسهم السفير السعودي بالخرطوم علي بن جعفر حسن وممثلين للمجلس السيادي ومكتب رئيس مجلس السيادة ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي والدعم السريع وعدد من المواطنين. وتقدم الشيخ بيتاي بالشكر لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقل وحميتي والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق مفضل الذين ظلوا يقدمون له الدعم والاتصال للإطمئنان على صحته. وشكر بيتاي رجال الطرق الصوفية والإدارات الأهلية والمواطنين الذين حضروا لاستقباله. نمضي إلى الأخبار الرياضية بعد فاصل قصير. أهلا بكم. أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ميرانه الأول في العاصمة المغربية الرباط مساء أمس بملعب مولاي الرشيد وتحت إشراف جهازه الفني بقيادة الخبير الوطني برهان تية المدير الفني للمنتخب وطاقمه المعاون. وقدم برهان محاضرة في مستهل التدريب تحدث فيها عن خطط الإعداد خلال معسكر المغرب وترتيبات إقامة المباراة التحضيرية مع منتخب جنوب السودان مساء الغد في المحمدية. تحدث برهان عن متطلبات المرحلة وضرورة الاستفادة القصوى من المعسكر الحالي لتحقيق النتائج المرجوة أمام موريتانيا والكونغو الديمقراطية يومي 4 و8 من يونيو للعام 2022 في نواكشوط والخرطوم بالجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. من جانبه بدأ الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول مهام تحليل الأداء للخصوم عبر محاضرة قيمة صباح اليوم في فندق هيلنان شيلا الذي تقيم فيه بعثة منتخبنا الوطني الأول.
وتناول الكابتن محمد أحمد بشير محلل الأداء بالمنتخب الكثير من النقاط الفنية الجوهرية عبر استعراض تسجيل فيديو بالبروجيكتر، محللا فيه كل ما يحتاجه الجهاز الفني واللاعبين من تحركات ونقاط للقوة والضعف. وشارك الخبير الوطني برهان تيا المدير الفني بالكثير من الملاحظات والتوجيهات. وعقب المحاضرة تحدث إلى لاعبيه مؤكدا ثقته الكبيرة فيهم، ومعضدا بأنه لم يختر أي منهم مجاملة، بل كل جاء بمجهوده إلى الكلية الحالية في المنتخب. وقال برهان إن أي لاعب في منظومته قادر على تأدية المهمة والزود عن شعار صقور الجديان. أجازت الجمعية العمومية لنادي الهلال التي انعقدت صباح اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، أجازت بالأغلبية مشروع النظام الأساسي للنادي، وذلك بعد أن أعلن رئيس اللجنة الإشرافية على الجمعية العمومية السيد صلاح النور مطر عن اكتمال النصاب وبدء الإجراءات. هذا وأعقب إعلان إجازة النظام الأساسي احتجاجات من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية للطريقة التي تمت عبرها إجازة النظام دون إتاحة الفرصة الكاملة لأعضاء الجمعية للتعبير عن رأيهم بشأن محتوى وبنود النظام الأساسي. إلى ذلك تواصلت إجراءات الجمعية العمومية، حيث تم إجازة قوائم اللجان العدلية، الانتخابات، الاستئنافات الانتخابية واستئنافات عامة، انضباط وأخلاق. الله عز وجل، تم اليوم إجازة النظام الأساسي لنادي الهلال التربية البدنية من درمان، كما تمت إجازة كل اللجان العدلية بإجماع واضح، والحمد لله. يعني أنا أفتكر أنه بعد ده خطوة إلى السودان عشان يمشي يتقدم لقدام في المنافسات الدولية والغارية. إلى الأخبار العالمية عقب هذا الفصل. تحدث المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن سبب غضبه أحيانا من مدربه الألماني يورغن كلوب. وقال صلاح في تصريحات أبرزها موقع ليفربول إيكو البريطاني: إنه مدرب رائع لنا جميعا، ونتمتع بعلاقة رائعة معه، لذا أعتقد أنه لعب دورا كبيرا مع النادي في الفوز بالألقاب. وأضاف صلاح قائلا: أعتقد أن كلوب يعرف كيف يسعد كل من في الفريق، لكنه أحيانا يغضبني، إنه يعرف ذلك. وعندما سئل عن سبب ذلك قال: لأنه أخبرني أنه ليس طبيعيا أن ألعب كل دقيقة في الدوري الإنجليزي، لكنني أقول دائما: انظر، إذا نجحت في التعافي بشكل جيد وسار كل شيء بشكل رائع فلماذا لا؟ لكنني أفهم موقفه. وجه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد رسالة إلى جمهور الميرينجي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم. ونشر كورتوا عبر حسابه بشبكة انستغرام صورة له يكتب عليها: اليوم هو يوم عظيم، الكثير من الحماس، الكثير من الرغبة، وقبل كل شيء هناك مسؤولية تاريخية. هذا الشعار ريال مدريد. يذكر أن كورتوا شارك في نهائي دوري الأبطال مرة واحدة عام 2014 رفقة أتلتيكو مدريد، عندما خسر اللقب لصالح الميرينجي برباعية مقابل هدف وحيد. هذا ويبحث الريال عن اللقب الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا لتعزيز صدارته قائمة الأكثر تتويجا، بينما يريد ليفربول الوصول للكأس السابعة ومعادلة ميلان في الوصافة. بدأ جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ في التحضير للموسم القادم في ظل إمكانية رحيل مهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. ومن المحتمل مغادرة صاحب 33 عاما ملعب اليانز أرينا هذا الصيف، بعدما تقدم بطلب رسمي للرحيل إثر تلقيه عرضا من برشلونة. وبحسب موقع سبورت ون، فإن ناغلسمان يخطط لإجراء تعديلات على طريقة لعب فريقه في الموسم المقبل، حيث يعتزم الاعتماد على مهاجم وهمي بخلاف ما اعتاد عليه البايرن طوال السنوات الماضية في حال رحيل ليفاندوفسكي. ويملك بطل البوندس
بوندسليغا في تشكيلته لاعبين قادرين على شغل مركز المهاجم الوهمي على رأسهم الثنائي الألماني توماس مولر وسيرجي جينابري، كما أن هناك احتمالا أيضا لجلب الدولي السنغالي ساديو ماني من ليفربول للعب في هذا الدور. كشف الدولي المغربي نصير مزراوي عن رد فعله لأول مرة عند سماعه ميونخ بضمه، وذلك بعدما وقع على عقد مع النادي البافاري يمتد حتى صيف العام 2026. وخلال مقابلة مع قناة بايرن الرسمية قال مزراوي يوم أمس: اللحظة التي علمت فيها برغبة بايرن في ضمي، شعرت وكأن قلبي قد قفز من مكانه. وأضاف قائلا: لقد كان شعورا رائعا منذ البداية، وأدركت على الفور أنه النادي الذي حلمت به. وتطرق مزراوي للحديث عن قدراته قائلا: بإمكاني فعل كل شيء تقريبا، فأنا قوي رغم أنني لا أبدو كذلك، ولدي السرعة في المهام الهجومية. الحديث عن نفسك بهذا الشكل يعد جنونا، لكني أملك مهارات هجومية عالية. كرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عادته قبل المباريات المهمة للفريق الملكي على مدار الموسم. وفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن بيريز زار الفريق في فندق الإقامة وحرص على لقاء اللاعبين والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كما نقل لهم دعمه الهام. وجاء ذلك قبل المباراة المهمة للفريق أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، وعلى استاد دو فرانس في باريس. هذا ويبحث الريال عن اللقب 14 في دوري الأبطال لتعزيز صدارته للأندية الأكثر تتويجاً، بينما يريد ليفربول الوصول للكأس 7 ومعادلة ميلان في الوصافة. وتعد مباراة اليوم تكرارا لنهائي العام 18 و2000 الذي انتهى بفوز ريال مدريد على ليفربول بثلاثية مقابل هدف وحيد وحصد لقب دوري الأبطال للمرة 13 في تاريخه. قبل ختام هذه النشرة نعود ونذكر بأهم وأبرز ما جاء فيها من عناوين. نائب رئيس مجلس السيادة يوجه بالارتقاء بقطاع الإبل لمستوى العالمية والاهتمام بالهجن. الهادي إدريس يمنح جولواك درع السلام لدوره باتفاق سلام السودان. نشوب حريق بأحد مخازن المهمات التابعة للواء الدفاع والخدمات. الجمعية العمومية للهلال تجيز النظام الأساسي وتنتخب اللجان العدلية.